أما الآن إلى مختارات من أعمدة الرأي، ونبدأ جولتنا مشاهدينا من خط الاستواء للكاتب الصحفي عبد الله الشيخ بأخيرة صحيفة آخر لحظة والتي كتبها اليوم تحت عنوان حفيد الإمام وتخرصات العوام. حلل الشيخ دعوة مبارك الفاضل للتطبيع مع إسرائيل بأنه موقف يقرأ من زاوية أنه يمثل الحكومة، ومن زاوية أخرى أنه يقدم نفسه كوريث للمهدي، وأشار إلى أن أوساطا إسرائيلية استقبلت دعوته بالترحيب. وعلق الشيخ على ما قاله مبارك الفاضل عن كون الفلسطينيين يحفرون للسودانيين وينافسونهم في الوظائف لأنها تخرصات عوام لا تقوم على تحقيق، وهي من نوع الكلام الساكت. ومضى الشيخ يقول إن الموقف من قضايا الشعوب موقف إنساني، التضامن مع المضطهدين ورفض الاحتلال أمر لا تحسمه دواعي الهوية الثقافية أو الدينية، والموقف من الحقوق موقف مبدئي. كما علق الشيخ على ردة الفعل الرسمية على تصريحات مبارك دون خطر، يذكر وأبان أن رد هيئة علماء السودان كالعادة جاء مثل تصفيق أجنحة القطة. وأشار الشيخ إلى حديث مبارك حول دعم إسرائيل لقيادات حزبية، وختم قائلا نحن من زمان طالبنا بفتح هذه الملفات وإجراء تحقيقات واسعة ليعرف الناس الحقيقة الكاملة والناصعة البياض.